باش نحكي لكم على اضراب بيا وبين اضراب قطاعي في البريد، شنو هي اسباب وشنو ايام الاضراب هذايا، خليكم معنا. ضيفنا كاتب عام الجامعة العامة للبريد السيد الحبيب الميزوري، مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء الفل سي الحبيب، شنو احوالك؟ نور، مرحبا بك وبكل مستمعيك. شكرا، اهلا وسهلا. الجامعة العامة للبريد قررت اضراب بيومين في شهر سبتمبر الجاري، شنو هي يومي الاضراب وشنو هي الاسباب اللي خلتكم تمروا للاضراب سي الحبيب؟ فعلا هو الهيئة الإدارية انعقدت يوم 14 أوت وقررت الإضراب بيومين 24 و 25 سبتمبر على خلفية الاتفاقات القديمة واللي ما تطبقتش، وفما تراجعات في بعض الاتفاقات وخاصة منها إنهاء النظام الأساسي، تطبيق ما اتفق عليه بالنسبة للصندوق الاجتماعي وتسوية وضعية الحرس والتنظيف والانتدابات ومراجعة المنح اللي موجودة في النظام الأساسي. هذه المطالب هي مطالب قديمة وتم الاتفاق فيها سابقا، إلا أنه معناتها وقع التراجع في الاتفاقات اللي هي توقعت. شو معناتها التراجع؟ ما تخليوها كما ما طبقوهاش معناتها؟ مثلا نعطيك الصندوق الاجتماعي، تم الاتفاق فيه بين إدارة التاريخ. شو معناتها الصندوق الاجتماعي؟ احنا نعرفوا الصناديق الاجتماعية هي سنساس وسنار بيس والكنام، معناتها شنو هي؟ في المؤسسات ثم صناديق اجتماعية كما الأميكال، كما بالنسبة للبنوك، كما معناتها هذه تتلهيها بالجوانب الاجتماعية، بالقروض، بالترفيه، بالدواء إلى آخره. هذا ما يتمتعوا به معناتها أعوان البريد، هاي؟ يتمتعوا بها المؤسسة الكل. البريد اتفقنا في الصندوق الاجتماعي في التدخلات نتاعه وفي التمويل في إلى آخره، ووقعنا الاتفاق مع إدارة البريد وتم عرضه على مجلس الإدارة وخذ الموافقة من مجلس الإدارة، إلا أن السلطة الإشرافية اللي ما رفضت تمرير هالمشروع هذا. معناتها تم تجميده. تم تجميده. باهي، هاي. كيف الترقيات؟ إحنا عندنا اتفاق نتاع ترقيات سنوي. توا عامين مجمد. ما صارتش ترقية معناتها، عامين من غير ترقيات لعواد البريد، هاي؟ عوان البريد عامين بدون ترقيات. علاوة على بعض المسائل الأخرى، نقص الأعوان، المسائل الاجتماعية التعاونية غيرها. أي اليوم إذا كان البريد اليوم مؤسسة رابحة معناتها محقة أرباح هكا ولا لا؟ مؤسسة البريد التونسي. الغريب أنه معناتها اللي يمكن من المؤسسات القليلة في القطاع العام اللي محقة أرباح كبيرة. هاي. وفاقت سنة أكثر من 170 مليون. 170 مليار. مليار. هاي. ورغم هكا معناتها نزلت في البريد أعوان التنظيف عندنا منظفات يخدموا 120 دينار في الشهر. 120 دينار في الشهر. وهذا في وقت اللي معناتها السلطة تصرح أنها ضد العمل الهش وضد المناولة وضد هذا حتى كلمة هش تحشم منه معناتها. هذه من هش هذه 120 دينار في الشهر، مش ما زلت تعمل يا سي الحبيب 120 دينار في الشهر؟ حتى صغير مصروف. لا 120 دينار في الشهر ما تخدم بها امرأة على عائلة في مؤسسة تحقق في 170 مليار أرباح سنوية. لا إيه علاش هذا الكل اليوم؟ هذا كل نتيجة غياب الحوار. الوزير السابق اللي عدى تقريبا 3 سنوات في القطاع رافض التفاوض مع النقابات، كل نقابات القطاع، في نقابة التليكوم، في نقابة ديوان الإرسال الإذاعي والتلفاز، البريد، غيرها. الوضع ذا معناتها احنا اتبعنا كل الطرق، المراسلات، الحوار عن طريق إدارتنا، ما فضح حتى نتائج بالطبيعة في الأخر من مش نتائجه للإضراب، ما عندناش حل آخر إلا الإضراب بيومين 24 و 25 سبتمبر الجاري. واضح جدا، تابعوا معك التفاصيل اكيد وتطورات الموضوع. شكرا لك فضلك سيد الحبيب الميزوري كاتب عام الجامعة العامة للبريد، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. انا مش قلت لكم بكري شويه حوت بالمكياج هكا ولا لا؟
قلت لكم زيادة حوت كبير بالدوال أحمر هكا ولا لا؟ فما حاجات أخرين غريبة وعجيبة قاعدة تتباع اليوم للمواطن، يغشوا بها في الميزان متاع الحوت ويبيعوها للمواطنين. مش كل الميزان، الميزان والحوتة فرشكة ولا مش فرشكة وغيره. يلا نحكيوا في الموضوع وتفاصيله تتسويته.